راح أتحدث لكم عن ألم الخاصرة وحديث أهل البيت في هذا المجال عليهم السلام. الحديث الأول: جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: إني أشكو ألما في الخاصرة. فقال له الإمام عليه السلام: كل ما يسقط من قوامك، أي ما يقع أمامك من طعام على السفرة، كله، فإنه يوسع في الرزق ويكثر في الولد وينفع لألم الخاصرة أيضا لوجع الكلية والخاصرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: امسح على الخاصرة أو الكلية وقل 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على ما يشاء من سر ما أجد. امسح عليها وكرر الدعاء 3 مرات. وأيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول: بسم الله وبالله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم امسح عني ما أجد في خاصرتي 3 مرات بعد مسح الألم باليد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لاستماعكم.